مع واحد جامعة أمريكية سميتها هاردن سيمنز، كتحاول باش تصيفطنا أو كترسلنا بعض الصور مباشرة من أمريكا، وهاد الصور عبارة على صور للسماء، وكنشوفوا هنا في هاد الصور هادي بعض النجوم، وكنحاولوا حنا ما أمكن باش نقلبوا أو نبحثوا على كويكبات. ألوغ الكويكبات اللي كنبحثوا عليهم خصهم يكونوا كيتحركوا في وسط هاد الصورة هادي. الو كل ما شفنا شي حاجه كتحرك والا كنقرو عليها، وكنحاول باش ندوزو لواحد الاستاذ اخر اللي هو كيعطينا كاع دوك لي ميزور، وهذوك لي ميزور كاع كلهم كندخلهم في واحد الخانه، وكنصيفطو واحد تي رابور او واحد التقرير لامريكا. اذا هنايا هنا كتعمر او هنا عندنا واحد التحميل ديال دوك لوبجي، وان فوا كيكمل هذا التحميل هذا كتولي هاد الصوره هذه بحال اللي كتحرك. الو ان فوا كتحرك كيمكن لي انا نشوف واحد الطريقه سهله واش كاين فيها شي كويكب كيتحرك. الوغ هنايا عندنا ليماج انتما كتشوفها كتحرك، كيمكن لي مثلا نسرع هاد السرعه هادي هنايا كتولي جوج او كتولي ثلاثه. الوغ المهمه ديالي انا شنو هي، خصني نحاول ما امكن باش نشوف واش شي حاجه كتحرك. كيفاش كتحرك؟ كدوز مثلا هنايا كتمشي هنا وكدوز هنايا. اذا بدلنا المطالبين باش كل واحد يكون عنده واحد الورقه ديال الملاحظه، وكنحاولوا باش كل تلميذ يشوف شي حاجه كتحرك هنايا، ومن بعد كنتفقوا على دوك الاجرام اللي كيتحركوا، وكنحاولوا باش نقرو على واحد كل واحد على حده، ومن بعد كنديروا مقياسات، وهاد القياسات كنخرجوا في واحد الرابور، وداك الرابور كنصيفطوه لامريكا. هنا كيمكن لنا نشوفوا شي حاجه هنا كتحرك، ها هي هنايا، باش نتاكد مثلا مزيان كيمكن لي عندي بزاف ديال الامكانيات. عندي هنا هذه الشاو كلاسين، اذا كنمشي هنا مباشره كنقلب عليها، اذا كانت شي حاجه كتحرك هي هنايا، هي كتبان بانها كتحرك داكوغ. الوغ هذا الشيء اللي كيتحرك هنايا هذا بيض، ماشي استيرويد ماشي كويكب، ولكن حنا المهم ديالنا هو نقلبوا على شي حاجه اللي كتحرك كتكون استيرويد او كويكب. من بعد هذا الشيء اللي كنديروا حنا قياس، من بعد القياس حيت كنصيفطوه لامريكا، هما كيتاكدوا الى لقاو هذاك الشيء اللي صيفطناه صحيح، اذا غادي يرسلونا واحد الشهاده كاعتراف باننا درنا واحد البحث ولقينا واحد الكويكب. في حاله لما لقاوش ما كيصيفطوا لنا حتى شي حاجه، ولكن لحد الان حنا بدينا معهم ابتداء من 8 جونفي وعندنا النهايه ديال العقده في 13 فيفري، اكتشفنا لحد الان اربعه ديال الكويكبات اللي كيتحركوا. جوج قيد الدرس ربما غادي يكونوا متاكدين بانهم صحاح او ماشي صحاح، وجوج اخرين حيدوهم. المهم ماشي مشكل، لحقاش حنا مازال عندنا كذلك حتى 13 فيفري، اذا مازال يصيفطوا لنا عاوتاني الصور، ومازال نديروا عندهم ان شاء الله بحث ويمكننا نخرجوا بشي كويكب. اذا مشينا حتى اكتشفنا شي كويكب كيصيفطوا لنا شهاده باسم التلاميذ، على اساس اننا وصلنا لواحد الهدف اللي هو اكتشاف واحد الكويكب او واحد النيزك اللي كيدور على مستوى الارض او قريب الارض، يمكن يكون كيهدد الارض على شنها. اذا هذا هو النشاط ديالنا اللي كنديروا هنايا، وكنتمناو باش الله نكتشفوا حتى حنا شي كويكب باش ندخلوا حتى حنا في خانه ديال هاد المكتشفين. غير بالنسبه للكويكب اللي غادي نلقاوه كنعطيوه داك الاسم ديال الاعداديه اللي انا سميتو سي اف اي اف اي، يعني سفيف، وسفيف كتعني كلوب فوم الحوت فقي بن صالح 0001. لحد الان صيفطنا لهم 4، اذا 001 002 003 004. شكرا.